أنا بدأت الفقرة دي وأنا مش مقتنع بجد. كل اللي اتقال كله مفيش حاجة في الفقرة دي اتقالت إلا ما يعني صدقتها. في حاجات جوايا هم الفقرة دي قريتها، حاجات أنا بفكر فيها لدرجة إن أنا شكيت إن كان في حوار بقوله في الكواليس اتسمع. لا الفقرة خدتني يعني شدتني، وبقيت قاعد متوتر شوية لأنها فقرة صادقة، وأول مرة بقى يعني يقيني بعلم الطاروت يبقى يقين بجد يعني. المعلومات صح بنسبة 100%.